يعتبر احدث الاصدارات المسلسلات المصرية مسلسل ريفو. وعارف ان بتوع افلام هيسألوني فين يا ابو حميد مسلسل البيت بيتك؟ حاضر يا بتوع افلام، الحلقة اللي جاية على طول، بس انا مسلسل ريفو هتكلم عليه بما انه خلص، وان هو مسلسل زي مسلسلات نتفليكس كده نزل كلهم 10 حلقات مع بعض في نفس الوقت، فخلصتهم على طول في خلال 3 ايام، وجيت على طول اعمل الحلقة عشان اقول لكم هل يا ترى التجربة دي حلوة ولا لا، وهحكي لكم عن تجربتي مع المسلسل ده الصراحة، وهقول لكم طبعا ايجابياته وسلبياته وكل حاجه، وفي جزء طبعا من السلبيات هيحتاج ان انا اتكلم في جزئيه حرق فغصب عني، بس هنوهكم قبليها ده كده كده. بس قبل ما ابتدي حلقه بقى بتوع افلام، اتمنى طبعا تظبطوني لايكات كتير جدا جدا جدا، وشير وسبسكرايب للشانل لو لاول مره. طبعا عايزكم تشتركوا على انستغرام بيج فيسبوك بيج وتدوسوا على جرس التنبيهات عشان تجيلكم الحلقه اول باول. يلا بتوع افلام، عايزين نوصل لنص مليون في اسرع وقت باذن الله، ويلا بينا نخش في الحلقه. اهلا مساء عليكم، انا احمد كمال بتاع افلام. بص يا بتوع افلام، انا شدني اسم المسلسل مبدئيا قبل اي حاجه، مسلسل ريفو. فاسبرين ريفو ده طبعا لابناء جيلي كلنا عارفين ده كان بيستخدم في اي حاجه، في اي حاجه في الدنيا، يعني بتكلم بجد، كان لدرجه ان هو كان باقي السوبر ماركت، يعني مثلا لو دخلت بقال ولا حاجه ومفيش مثلا معاه ربع جنيه، فكان بيديك شريط كده قد كده يعني، فتروح بيه البيت ممكن يعني كان متر مثلا ولا حاجه والله، وده الباقي بتاع ريفو يعني. اوكي، ده فعلا كان كده، والناس كانت بتستخدمه اللي هو لو عندك اي حاجه خد ريفو من الاخر. فمجرد الاسم رجعني لذكريات كتيره جدا، دي اول حاجه. تاني حاجه، بعد ما شفت البوستر كده انبسطت ان دي هتبقى اول تجربه لي انا كاحمد كمال اتفرج على امير عيد بيمثل، برغم ان انا لما شفته بيمثل في الاعلانات حسيت ان هو مش لايق عليه التمثيل قوي، وفي كذا حد من صحابي كانوا بيتفرجوا على فيلم لما بنتولد اللي ترشح للاوسكارز، قالوا لي ان امير عيد برضو يعني كان جميل جدا كاغانيه وكل حاجه، وانتم عارفين لو من حلقات قديمه ان انا فان كبير جدا لباند كايروكي، وامير عيد ده بالنسبه لي من الاكتر البندات او البند الوحيده اللي انا بسمعها في حياتي من الاخر يعني، ومرتبط جدا بامير عيد من بقالي اكتر من 12 13 سنه مثلا. فاخيرا هشوفه في عمل هتفرج عليه، لما بنتولد انا ما اتفرجتش عليه، بس قلت هشوفه اخيرا في حاجه جديده. بس نرجع تاني للبوستر، باقي البوستر كده يعني انت مش هتتحمس لان مفيش نجم كبير مثلا شايل المسلسل ده، او بمعنى صح مفيش نجوم تقيلة او كبار في العمل، فهل يا ترى العمل هيبقى جامد ولا هي تجربة فقط لغير؟ بس في نفس الوقت الموضوع ده حمسني جدا، خاصة ان لو اخدتوا بالكم خلال الفترة الاخيرة لما نجوم شباب موهوبة بيعملوا عمل بيبقى حلو جدا، وممكن بيبقى احلى من اعمال نجوم كبيرة. واخر الاصدارات دي الحاجات طبعا اللي احنا شفناها مسلسلات على يوتيوب، حاجات انتاج خاص، وفي نفس الوقت اخر اعمال واتشت كانت قبليها مسلسل تحقيق كان حاجه اوت اوف ذا بوكس وكان حلو جدا الصراحه. فبعد كل الرغي ده يا ابو حميد، يا هل يا ترى المسلسل اتفرج عليه ولا لا؟ بما اني لسه هتفرج عليه، انا هشوفك بقى الاول اتفرج عليه ولا لا. اول حاجه احب اقولها لك بكل قلبي وبكل قوه، اتفرج على مسلسل ريفو. هتقول لي ليه؟ هقول لك لانه عمل جامد جدا الصراحه، وبشكر كل صناع العمل على المجهود اللي بذلوه في المسلسل ده ان هو يطلع بالحالة دي. فاحنا طبعا نبتدي بايجابيات المسلسل، النجوم الشباب هم المستقبل، وبالفعل العمل ده يا جماعة ممكن يكون احلى من اعمال كتير جدا شفتها نجوم كبار جدا في رمضان اللي فات مثلا، وبمجرد 10 حلقات فقط لغير. وفي نفس الوقت المخرج يحيى اسماعيل، المخرج الشاب اللي يعتبر دي اول اعماله الدرامية، هو كان مشهور قبل كده ان هو مخرج اعلانات، لكن كعمل درامي برافو يا جماعة، ده اول عمل ليه. طبعا مش هنشوف بقى كل حاجة غلط حصلت في المسلسل والكلام ده، يا جماعة انا مبسوط جدا بالشباب، ومبسوط جدا بكل اللي بيحصل الفترة دي كبداية، اللي هو ايه مش لازم يا جماعة نعمل كل الاعمال بنجوم تقيلة ونجوم كبار. ولكن اهم شيء في المسلسل ده بالنسبة لي، اهم ايجابية واعلى حاجة، بصوا يا جماعة، حالة الشجن اللي سيطرت على العمل ككل. مش عارف هل الواحد من اول ما شاف المسلسل ده فابتدى يجيله نوستالجيا التسعينات، ونوستالجيا ايام زمان، ونوستالجيا ايام النادي والحاجات دي، فالواحد جات له حاله الشجن دي، فكنت بتاثر جدا بكل حاجه في العمل الصراحه. عرفوا يشدوني وعرفوا يخلوني ان انا اتفرج على العمل ده من اوله لاخره وابقى حزين كده، يعني انا امبارح خلصت المسلسل متضايق، برغم ان انا ما عنديش حاجه متضايق منها، بس عارف احساس اللي هو انا حزين وخلاص، وانت لازم تخش مود
انت متضايق. ودي بالنسبه لناس كتير هتقول لي طب يا ابو حميد انا مش انا ناقص نكد يا عم والنبي بقى ابعد عني. هقول لك لا، انا بحب الاعمال دي جدا اللي تسيطر عليا، اللي هم يعرفوا يغيروا لي مودي. يعني لو انا مثلا عادي مثلا ولا حاجه، عملي يخليني مودي يتشقلب، دي برضو ارفع القبعه لصناع العمل في خلق الحاله دي. ونفس الكلام انتوا عارفيني ان انا بحب الموسيقى التصويريه جدا. الموسيقى التصويريه في المسلسل كانت من اهم واحلى عوامل المسلسل الصراحه. وبداية من انطلاقة الموسيقى التصويرية مع كل دخلة في كل حلقة، بفضل مشدود للموسيقى جدا وما بعملش سكيب للانترو، بفضل اسمعها لحد الاخر. للموسيقار ساري هاني، الموسيقار الشاب برضو. وطبعا في النص مش هيخلو امير عيد ان هو ما يغنيش، اكيد هتسمع منه اغاني كتيرة جدا. واحدة من امتع الاغاني اللي انا سمعتها كانت انا النجم، كانت في الحلقة الثامنة او السابعة حاجة زي كده، بس هتتكرر كتير، ممكن تسمعها في الحلقة الاخيرة. واحدة من اغاني كايروكي تحسها كده من المود القديم والجو القديم بتاعهم الجميل الصراحة. اما كأداء وكتمثيل هتقولي طب يا ابو حميد ايه رأيك فيه كتمثيل؟ مش هقولك مش احسن حاجة، بس في نفس الوقت اللي مبسوط منه برضو ان المخرج ما ادالوش مساحة اللي هو ايه يمثل فيه لقطات محتاجة تمثيل جامد جدا لامير عيد، فمحتاج تشوف منه انفعالات كتيرة والكلام ده. لا، انت شايفه عادي في اغلبية الوقت بيتكلم مع اصحابه، بيتكلم مع الباند، بيتكلم مع حبيبته، بيتكلم مع ايا كان، فما تحسش قوي فكرة ان هو لا هو ضعيف جدا تمثيليا. ونفس الكلام لكل الكاست اللي كان عاجبني جدا، مبدئيا بتامر هشام اللي برضه في باند كايروكي، واحد من الناس اللي اتجهوا في التمثيل خلال الفترة اللي فاتت، وده باين عليه ان هو فعلا يعتبر احسنهم كتمثيل كاللي حواليه في الباند يعني. وده مش معناه ان هو اعلى منهم ككل حاجة، لا، هم كلهم الصراحة كان تمثيلهم حلو وطبيعي جدا. زي الفنان الشاب صدقي صخر، شبيه محمد صلاح، انا شبهه جدا الصراحة، كان عاجبني جدا تمثيله، خاصة في المشاهد لما بيكون قاعد ما بينه وما بين اخته مثلا، او ما بينه وما بين بطلة القصة بتاعتنا مريم، الفنانة ركين سعد، اللي بالنسبة لي هي اعلى واحدة في المسلسل كتمثيل الصراحة. وخاصة يعني مثلا لو ما كنتش شفت منها الاداء التمثيلي الجامد جدا خاصة في الحلقة العاشرة او الاخيرة، كان ممكن ما اطلعش اقول كل الكلام ده. لكن الحلقة العاشرة فعلا اثبتت هي قد ايه ممثلة بروفيشنال، وكل المشاهد ما بينها وما بين والدها الفنان الكبير محسن محي الدين، اللي كان بالنسبة لي لو كان اديك كامباك بتاعته كنت هتلاقي ليه ادوار خطيرة خلال الفترة اللي جاية. انا مبسوط جدا بادائه في المسلسل ده، وعجبني جدا اداؤه الحنين، الاب الحنين الجميل. حسيت نفس الاحساس ده قبل كده مع الفنان محمود حميدة في فيلم اسف على الازعاج، الفيلم الرائع اسف على الازعاج. فالكيمستري اللي كانت ما بينها وما بين والدها والقصة بتاعتها والرحلة بتاعتها في خلال 10 حلقات فعلا تخلي ان ركين سعد فعلا من اتقل الممثلين اللي في المسلسل ده. واتمنى من الفنان الكبير محسن محي الدين خلال الفتره الجايه ينقي الادوار الصح بقى، لان مثلا فاكرين انا قلت مثلا دوره ما كانش عاجبني خالص في ملف سري في رمضان اللي فات، ما حسيته اداء فيك شويه، لكن في المسلسل ده كان اكتر من رائع. يكفي ضحكته كده في الاخر وهو بيبص كده، تحس فعلا بالحنان من غير ما يتكلم كتير. وطبعا بالمناسبه بتوع افلام، لو انت ما تعرفش الفنانه ركين سعد هي فنانه اردنيه وعملت عمل عالمي قبل كده، لو انت طبعا ما شفتوش قبل كده اكيد ممكن تكون شفته بس مش واخد بالك ان هي نفس الممثله، مدرسه الروابي. طبعا المسلسل حقق نجاح كبير جدا في الوطن العربي. اما من الممثلين اللي لازم لما حد يعمل حاجه حلوه يتقال له انت فعلا عملت حاجه حلوه، واختياره للدور ده في التوقيت ده فعلا اثبت لي ان هو واحد ذكي، وهو الفنان حسن ابو الروس. العدل عدل، الراجل انتقدناه جامد جدا اللي عمله في مهرجان الجونه صح؟ عمل ايه بعديها؟ سكت. عمل دلوقتي اللي هو مسلسل ريف، دور ما فيهوش شوت كوميدي، ودور جامد وتقيل، وكنت متأثر بيه جدا على فكرة في مشاهد كتير ليه. فأنا مبسوط جدا ان هو نقى الدور ده. تخيل بقى مثلا لو كان قاعد يتكلم كتير بعد فترة الجونة دي وعمل مثلا عمل كوميدي، فده يثبت ان هو فعلا بيفكر صح. اتمنى خلال فترة جاية تنقي ادوار جامدة جدا زي الدور ده. انا دور بازا ده واحد فعلا من الادوار اللي كانت عجباني جدا في المسلسل الصراحة، والتحول اللي حصل له ممكن نتكلم عليه في حتة الكتابة في الحتة دي، بس برضه لازم ندي كل واحد حقه. المؤلف محمد نايف
ناير زي ما عجبنيش فيلم العنكبوت بتاع احمد السقا اللي فات، لا محمد ناير عامل شغل حلو جدا وعرف يخليني افضل متحمس للقصه جدا من اولها لاخرها. ان انت بتتسحل، انت بتحل بازل وفي نفس الوقت عايز تعرف ايه، عارف ان في هيحصل حاجه في الاخر قويه جدا ومتحمس جدا في القصه. فالصراحه محمد ناير كان موفق جدا في العمل ده. وطبعا شفنا وجوه تانية جديد زي مثلا الفنانه ملك الحسيني اللي كانت عجباني جدا في مسلسل بيمبو، وشفنا برضو الفنان محمد المولى. انا مبسوط له جدا الصراحه بتوع افلام، لان انا بنبسط باي حد بلوجر برضو والسوشيال ميديا وكده، وابتدى يعمل اعمال كتيره في الفتره اللي جايه. كان هو يعتبر البسمه الوحيد او العامل الكوميدي الوحيد اللي في المسلسل، فانا كان بسطني جدا الموضوع ده بالرغم ان مشاهده مش كتيره الصراحه. وبرضو من ضمن ايجابيات كتمثيل واداء الفنانه الشابه ساره عبد الرحمن اللي عجبني جدا تنقيه الادوار ليها خلال الفتره اللي فاتت. هي ما بتعملش اي حاجه وخلاص، وعجبني جدا دورها في المسلسل. فعلا عرفت تخليني استفز منها جدا، واللي هو انت فعلا شريره كده من جوه وفي نفس الوقت تفكر هي بست عمليه جدا. وبعدين بعد ما تشوفها تاني تتفرج مثلا هي ازاي كانت بتعامل امير عيد، كانت قد ايه فعلا تحس ان هي بتحبه بجد، طب ما هي كويسه ايه. فعرفت تلخبطني جدا، فبرافو ساره عبد الرحمن الصراحه. وده اللي انا اقدر اكلمكم عنه يا بتوع افلام في حته الايجابيات بتاعت المسلسل. فعلا المسلسل عرف يخلق حاله من الشجن. انا كنت بدمع امبارح وانا بتفرج الصراحه، يعني فعلا دي حقيقه. انا ما بخبيش على الجمهور، عادي جدا حسيت كده احساس اللي هو فعلا مسلسل دخلني في حالة حلوة جدا الصراحة. بس هل المسلسل يخلو من العيوب؟ لا، هقول لك السلبيات دلوقتي اللي انا هتكلم عليها، وكانت الصراحة عوامل ممكن كانت تغير المسلسل وممكن يبقى في حتة تانية خالص ويتحط في بند ان ده مسلسل المسلسلات الحلوة جدا وممكن يتحط من اقوى مسلسلات اتعملت خلال الفتره اللي فاتت. اه ده حقيقه، لان في سلبيات مهمه جدا بالنسبه لي. اول حاجه، طيب بصوا تنويه من اول هنا ممكن احرق، فانت ممكن تمشي شويه عند حته التقييم بقى، لان انا عايز ارغي شويه في حته السلبيات وممكن حد يتحرق له حاجه. بس اوفرول اتفرج على مسلسل وهيعجبك جدا، وعارف ان في حاجات هتضايقك وهنتكلم عليها بعد ما تخلصوا في حته السلبيات، اللي هي مثلا هبتدي اهو هتكلم هحرق. اول حاجة انا كان نفسي اشوف شادي مات ازاي، يعني مثلا يعني ازاي مات. يعني انا فضلت عرفت ان هو حادثة وكل الكلام ده، بس انا فضلت كل ده وعارف كل التفاصيل، بس انا محتاج اشوف النهاية حصلت ازاي. دي اول حاجة. تاني حاجة، حسيت ان احنا وصلنا للنهاية. كان في تويستان لمحسن محي الدين كان مربي شادي وكل الكلام ده وان هي اخته، اوكي، بس كنت محتاج في حاجات كتيره كده تحس ان هي ما اتقفلتش، او في حاجات كتيره كان نفسي اعرف ايه سبب الاصرار ده. يعني مثلا فنانه ساره عبد الرحمن، يعني ايه مثلا سبب الاصرار الكبير جدا لساره عبد الرحمن ان هي توقف العمل وتدفع ملايين عشان ابنها ما يعرفش ان هي كانت مصاحبه زمان؟ ديد يو بايت؟ في حاجه كمان، يعني انا كنت متوقع مثلا، كنت متوقع ان ابنها ده مثلا يبقى ابن شادي مش ابن جوزها مثلا، يعني فاهم؟ ممكن يبقى ده كان الحوار وكان عارفه مثلا محسن محي الدين وكان كاتبه، الله اعلم، ما اعرفش. بس حسيت ان احنا وصلنا للنهايه كده خلاص، اللي هو اوريدي انت كنت عارف، اللي هو طب ما احنا عارفين امير عيد كده كده هيموت، طب احنا وصلنا لايه. وطبعا شفنا برضو في المشهد الاخير، المشهد بتاع ايفا ومريم، ان هي ممكن تكون في الاخر هي بتهلوس ولا لا، والله اعلم، ان هي ممكن تكون امها هي مش ام شادي، فده ممكن يكون بيفتح لك لجزء تاني. بس انا حسيت فعلا، يعني حسيت ان انا فضلت متحمس جدا 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 جدا، وكان ممكن المسلسل يتنقل نقله تانية لو كان بنهايه اكثر حماسا او تخليني كده اللي هو عارف اكلت اكله كده وشبعت بقى خلصانه كده بالشيء. ما حسيتش ان هي موجودة الحتة دي او القفلة دي. نفس الكلام حسيت برضو شغل الاخراج في اللي هو المشاهد التسعينات. انا عشت التسعينات يا جماعة، يعني لا عشتها كطفل، يعني يعني كان عندي 8 سنين وانا سنة 99 مثلا، بس فاكر دي اللي هو ايام الطفولة وكده. الناس ما كانتش بتلبس كده والسوالف لحد هنا، ده حسيته واخد طابع التمانينات اكتر مش تسعينات، او حسيت اللي هو عايز يبين لك ان احنا التسعينات قوي. فبص بقى قوي، شاب ماشي بالوكمان في الشارع جدا، يعني حسيت بمبالغه شويه في موضوع اللبس ومبالغه شويه في الحتت دي. يعني مثلا كان في حوارات ما بين الباند اللي هو زي بقى نعمل زي هاني شنوده وعزة أبو عوف في السبعينات، وهم اساسا هاني شنوده وعزة أبو عوف كانوا في الثمانينات اساسا. فانا حسيت ان احنا التسعينات خليناها ثمانينات والثمانينات خليناها سبعينات، حسيت كده شويه الصراحه. ونفس الكلام المسلسل ده كان ممكن، شوفوا حاله الحزن والشجن اللي انا فيها من المسلسل حتى الان، كان ممكن تعلى اكتر واكتر
لو حسيت بالنوستالجيا او سمعت اغاني كتيره في فتره التسعينات عكس مسلسل بيمبو مثلا. مسلسل بيمبو كان احداثه يومنا هذا في 2021 او 2022 لما نزل المسلسل، لكن طابع التسعينات اللي كان يغلب على بيمبو كان اقوى بكتير من مسلسل ريفو. الصراحه سمعنا اغاني اكتر، شفنا حاجات تسعيناتي اكتر بالرغم ان احنا في 2021، وحسيت بطابع التسعيناتي كان مغلوب على مسلسل بيمبو اكتر مسلسل ريفو بالرغم ان مسلسل ريفو بيتكلم في فتره التسعينات. فحسيت ان لو كانت الاغاني بتاعت بيمبو مثلا موجوده او الطابع بتاع التسعيناتي وتسمع كذا مطرب، عمرو دياب، محمد فؤاد، حميد الشاعري، كذا حد، احنا ممكن نكون سمعنا حسام حسني او ممكن نكون سمعنا اغنيتين كمان، وطبعا حاجات انجلش لبندات غربيه، بس انا بكلمك الطابع المصري ما حسيتوش قوي الصراحه. وبس ده اللي اقدر اقوله لك كسلبيات المسلسل، لكن كاوفرول انا مثلا قلت لوالدتي تتفرج على المسلسل ومش عارف هل هيعجبها ولا لا، هشوف بقى لما تخلصه هيكون عجبها ولا لا. بس هي فعلا في حاجه ناقصه، حته ان هي دي ما اتعملتش كأكمل وجه. لكن البطل الرئيسي في الحلقة الأخيرة هي طبعا الفنانة راكين سعد أو البطلة مريم، كانت خطيرة، كانت خطيرة جدا، وحسيت بطبع أسف على الإزعاج شوية في الحلقة دي. فأنا بحب أسف على الإزعاج وبحب أتضايق في المسلسلات وبحب أشوف تمثيل حلو وبحب الحالة اللي خلقها المسلسل ده. فهو المسلسل صراحة ياخد 7/10، بس بكل المجهود ده والشباب النطورة في كل المسلسل، فأنا مبسوط جدا بالحوار ده، فحديله 8/10. أهم حاجة سؤال الحلقة، هل عجبك مسلسل ريفو؟ هل شايف إن التجارب المعمولة خلال الفترة اللي جاية اللي بنجوم شباب ممكن فعلا تخلي النجوم الكبار بقى كده يغيروا ويحسوا اللي هو لأ إحنا محتاجين شباب، محتاجين فعلا مؤلفين شباب، أجيال بتتغير والفكر بيتغير وهو ده الصح قسما بالله. وبس ده اللي أقدر أقوله لكم بتوع أفلام، وأهم حاجة تردوا عليا تحت في الكومنتات وهرد عليكم زي ما إحنا متعودين على طول، والناس اللي شافت المسلسل اللي يكتبوا لي تحت هل عجبكم ولا ما عجبكوش، ولو ما عجبكوش تقولوا لي ليه، نتناقش زي مع بعض، هنتناقش مع بعضينا زي ما احنا متعودين على طول. وفي نهاية الحلقة بتوع افلام اتمنى طبعا لو عجبتكم الحلقة دي تدوسوا لايكات كتير جدا 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 وشير وسبسكرايب للشانل لو لاول مرة، وطبعا عايزكم تشتركوا على انستجرام بيج وفيسبوك بيج وتدوسوا على جرس التنبيهات عشان تجيلكم الحلقة اول باول. واتمنى نوصل لنص مليون في اقرب وقت باذن الله. بتوع افلام هسيبها عليكم دي، واحلى مسا عليكم.